فتدخل أحد أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم زينا البغداد بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهدى، صلاة نفوز بها في غدا ونفعل بها ونكاد العدا، صلاة تقوم جميع الصلاة عليه مكفرة صمدا عدد الحصى والصلى والرمال وموج البحار وقطر الندى وأعداد شعر وريج الطيور وأنفاس خلق في طول المدى وعدد الملائكة القائمين كما الراكعين مع السجدة وعدد حروف الكتاب الذي آتانا وقلنا به نهتدى وعدد الصلاة وفضل السلام ونور الصباح إذا ما بدا وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء متبسما وكأنه ينظر إلى جنات رب العالمين وقال كم من مدح هي بالتحتى كم من مدح هي بالتحتى كم من مدح هي
وأقم الصلاة، إن الصلاة